يستمر الاقبال على الحمله الوطنيه للتطعيم في مملكه البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعه الاولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم امس الثلاثاء اكثر من مليون ومائه وسته واربعين الف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعه الثانيه من التطعيم مليون وثمانيه وثمانين الف شخص هذا وحصل على الجرعه المنشطه من التطعيم اكثر من مائتين وثلاثه وخمسين الف شخص